يطل علينا شهر رمضان بالخيرات والبركات، في ظلال الآلاء والإبات الإلهية نقدم لكم أيها الأحبة والسادة الحضور ويا أصحاب الشرف والفضيلة ويا أولياء الدم أجمل آيات الترحاب والاستبشار بالمستقبل الزاهر الكريم على هذه الأرض الطيبة الكريمة. ونحن إذ يأتلف جمعنا المبارك في رحاب خيمة الإباء الرمضانية، يحلون الأمل والشوق لاستشراف الغد الأجمل لوطننا البحرين الغالية، ذلك الغد الأجمل الذي يعيش فيه أبناء شعبنا من الشيعة والسنة بحرية وعزة وكرامة. أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، إن هذا الشهر الفضيل المبارك نرسى بتربية النفس وتزكيتها والسمو بها إلى آفاق القدس والطهارة، وإعدادها للقيام بما يملي عليها الله سبحانه وتعالى من النهوض من الواقع المأساوي المزري إلى حيث العزة والكرامة، وهو أمر لا يتأتى إلا ببذل أقصى الجهد في شتى الميادين ومجابهة الظلم وجور العتاة الظلمة المتحكمين بمصير أمتنا والذين خذوها إلى الهاوية والفساد والدمار. في هذا الشهر الفضيل، شهر الإباء الثوري، لا مجال للخمول والانزوى والفرار من المسؤولية. ففي هذه الأيام تتبلور شخصية الإنسان المؤمن وتتجلى قدرته في تحمل الظروف الصعبة والشاقة، وهو ينفذ ما أراد الله منه بكل إخلاص وطيب نفس. مثل هذه الأجواء الإيمانية يصغر أمام المؤمن كل الطواغيت والعتاة وتذل عند جميع العقبات والصغار، فلا يبالي وهو ينهض بمسؤولياته بما يترتب عليه من عراقيل وعقبات. هي الوقت الذي هو على إيمان ويقين كاملين بالوعد الإلهي بالنصر والغلبة. في هذه المحطة الإيمانية التي تغمرنا فيها الألطاف والبركات الإلهية، جدد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير دعوته لجعل هذا الشهر الفضيل شهراً للوحدة والتلاحم الشعبي، شهراً للعمل الثوري الجاد لإنقاذ البحرين الغالية من دنس الاحتلال السعودي والخليفي. اللهم شاف جرحانا وفك قيد أسرانا وآمن مطاردينا وارجع مبعدينا وارحم شهداءنا الأبرار وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الجمعة 19 يونيو حزيرة 2015 ميلادية، البحرين المحتمل.